تاج على فوق الجبين كشمعة وسط الظلام، يحمل له فتيات خير كن نورا منتظر، يعمل لكي يخرج نجيل إرادة يبني الحطام، يدعى بتاج كرامة يسعى ليلبسنا الدرر، يسعى ليلبسنا الدرر. لله نوحي عزمنا وبه سنبلغ حلمنا، حلم الكرام الأعظم قرآن ربي زادنا، هيا لنبدأ بالعمل سنصر لا لا لن نمل، لنعيد ترميم الأمل أخلاقنا منهاجنا. فالروح تسمو بالقيم، سامح بلا أدنى ندم، أحسن وساعد وابتسم، ترقى بهدي نبينا، ترقى بهدي نبينا. إنا هنا كي نرتقي بالأيدي يا نفس، هيا أشرقي لتعود عزة جيلنا، تاج على فوق الجبين كشمعة وسط. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول اصطفى، ما بعد. رئيس كا ما تشامن كا قدقى مدرسة مزار رشيد قارنه، مدير مدرسة الشيخ داحد خيري، معلمين مدرسة المنورة الإسلامية، لجنة التحكيم لمناضلة اليوم قدر عدالة ترتن كماتة، أور الشيخ عبد الرحمن راقي والشيخ عبد الغني، بعض ورباهين تنرجوكتو أرضيدة مدرسة المنورة الإسلامية بنينا وبناتا، دمعان الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معتا وطارق ذا ميدال لقيتها لواتن يوكو بيش سديدات لواكل لواتن يأفر كنا بيغم طارق هجري كم اليوم 18 كنا بيجن تاريخ صديتون بشه سفر كنا افر بقول لفرتن يلح ومارين اربعة ايت هاي وحرم لا انا حفل دير ان قبلنا وكوس افسن ترتنكا اما ترتنسينتا المها من درسة المنورة الاسلامية بين الفصول ما انت ترتنكا وحول احمر هيا شمن كراسكا أول الثانوي وفصل كتمنات يفصل كأول المتوسط أو إيه فصل كتدوات فصل كتدوات موضوع حوار كان مانتا وحاويان ورباهنته مانتا الاستعمالها يوم السوشيال ميديا فائدة يا خسارة وحوليه محاول فائدة وسوكر لي قلبك ورباهين تمان تل استعمال يا عسرية محاكلة أو خسارة أو لبا أوكر تطن كمان توا أنت وحاقة تي قلبك ورباهين تا فائدة إنك إليهن وحاقة تي فسرك تدوات أيها كشكن دولان qalabka warbaahinta wixii khasaare oo dhib ay keenayna waxa qaatay fasalka tabnaad oo awl sanad gudi oo cadaalad oo turxan bixin ajra walawadan sheekh oo meedha fadhiyaan waxa la rabaa fasal walbo 15 arday buu keenay 15 point laga rabaa 15 arday oo mid walba nuqad keeno markaas darajada qori نك الرأيو أما فصل كرأيانة ما يجلس على وجهن. أنت وحفلة دمانتا ترتن كويح وها.
marka waxaan leeyahay jeemanka soo dhawow adaa maanta duyuuf alkaram noo ah adaa geestofona noo ah insha allah taala waxaan rabaa inaan barnaamijka guda galno waxaa noogu horeyn arday qur-aan noo akhrin doono oo la dhaho aadam safu thaalith thanawi falyataqadam aadam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الحمد لله الذي جعل في كل زمان فضرة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى والصلاة والسلام على المصطفى مصباح الدجى ونور الهدى أما بعد لقد أمر الله بالأخذ بأسباب العلم وأعلى شأنه ورفع درجات أهل العلم من المؤمنين فقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والعلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ العبد به منازل الأخيار والدرجات العلى في المآل والعلم النافع هو الذي يرى الناس أثره على صاحبه نورا في الوجه وخشية في القلب واستقامة في السلوك وصدقا مع الله وصدقا كذلك مع النفس ومع الناس والعلم النافع هو الذي يتابعه العمل فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لا تكون عارما حتى تكون بالعلم عاملا وقال ابن رسلان في الصفوة فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلمات فعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل والله أعلم بالصواب
وإليه المرجع والمآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله ربه وسلامه عليه. وبعد، اسمي حفصة شيخ، أود أن أقدم أمامكم المنظومة صالح القدوسي شاعر عباسي عاصر الخليقتين المهدي والرشيد. شعره جيدا وله أبيات في الحكمة والزهد في الدنيا ومحاسبة النفس. يقول في أبيات من قصيدته الزينبية، وهي قصيدة المشهورة بالحكمة والموعظة، وهي: فدع السبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك مر منه الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. دع عنك ما قد كان في زمن السبا، واذكر ذنوبك وبكها يا مذنب. واذكر مناقشة الحساب، فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتصلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها مناح يذهب، متاع يذهب. والليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيها تعد وتحسب. وجميع ما خلفته وجمعته، حقا يقينا بعد موتك ينهب. تبا لدار لا يدوم نعيمها، ومشيدها عما قليل يخرب. فاسمع هديت نصيحة أولاك نصيحة أولاكها، بر نصوح للأنام مخرب. سحب الزمان وأهله مستبصرا، ورأى الأمور بما تؤوب وتعقب. فعليك تقوى الله فالزمها تفوز، إن التقي هو البهي الأهيب. واعمل بطاعته تنال منها الرضا، إن المطيع له لديه مقرب. وقنع ففي بعد القناعة راحة، واليأس مما فات فهو المطلب. نرحب بكم جميعا في رحاب مدرستنا المنورة، أزف لكم ومن أعماق قلبي تحية الإسلام الخالدة الثابتة اللازمة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سألتموني عن المنورة فقلتم تعجبا، وهل يخفى القمر؟ هي نجمة سطعت قبل 20 عاما، فلم ينطفئ نورها بل ظل مشرقا، فاستنار تحت لوائها من أصبحوا رموزا للخير مقتديا. ولا عجب، إذ الإسلام شعارها ولباسها من الأخلاق مصنوعا. هي منبع العلوم ومنشأها، نور الهدى فيها ظل منتشرا، أدارها منذ نشأتها من لم ينم عن قضايا الخير مقتديا. ذا عبد الواحد الذي ظهرت آثار إنجازاته في الخير مبتهجة. فلا تعجب يا سيدي من المدح الذي أسرده، فأنت حقا رمز للخير مقتديا. شيوخنا كالنجوم هداية فافخر بهم، واستفد من علومهم تكن عجبا. حفظ الإله مقامهم وجزاهم خير الجزاء، فالله خير حافظا. لقد بنوا وأنشأوا عقولا ونفوسا، رسموا التميز وأوقدوا النيران. تتنافس الجامعات في استقبالهم، ليأخذوا من علومهم حظا وافرا. فلتدم المنورة تاجا على رؤوسنا، ولتبقى العزة فينا ما دامت منورة. فلتدم المنورة تاجا على رؤوسنا، ولتبقى العزة فينا ما دامت منورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد يا آد بان أفرح صنحي مانتا هدان هاي شامن كي مدرسة مانتا ومالين آد حساسي أوه. أنا قرأ آد بان أفرح صنحي سابر كيسان للان يرادا وحان
ugu faraxsanahay sida ay u tartamayaan diinka ay ku tartamayaan iyo wanaagga ay u fadhiyaan iyo istafaalada ka muuqatay culimadnimada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waad ogtihiin magaaladaanada waxa ka jiro waxyaalo fara badan baa ka jira, mukhaabaraad baa ka jira, niman xuxun oo tooriyo wataan oo dhalinyaro eh oo da'dan hadda maanta fadhida waxay ka weyn yihiin iska yar yaa magaalada ka bateen. Waxyaalahaasoo kale waxaa yeelahaysaa akhlaaq xumada iyo diin yarida dadka yeelahaysaa. Marka qariibo hadda waxaa fadhidaa hortayda 200 oo weyn oo culumaa hortayda fadhidaa. Waxaan rabaa sidan aad ku socotiin, aad ku socotiin culummadii magaalada usoo baxday rag iyo dumarba inaad iniga noqotaan, jiilka duurka ku jira ee waxyaalaha xun sameynhayana aada soo waanisiin ood madarasada imaada aad tiraahdiin oo akhlaaqda wanaagsan sidiin oo kale ina qaataan. Maanta waxaan u fadhinay munaadaraad iyo tartan maalmahan soo socdeen oo ka dhexaysay ardada Munawar galaasaha dhexdooda. Usbuucii horey noo bilaabatay, waxaana noo bilaabeen galaaska saalisa sanawi iyo saani sanawi oo ku doodayeen maaragtaa cilmiga iyo maalka iyo fadli badan. Dood bacdigeed maxaa reeyey oo kursigii qaatay saani sanawi. Doodii way noo soo socotay, maalinta labaad maxaa noo galeen saani sanawi iyo wala sanawi ku doodayeen macalim iyo dhakhtar ku doodayeen maarka. Kuushina maxay raacday wala sanawi. Sanawi meeshaasay ku dhammaatay arrimahoodii. Waan soo socono maxaan soo galnay cadaadii ثالثة ثانوي ثالثة اعدادي يو ثاني الاعدادي بي كدح دالتي باديو يو مدينة مقالة يو باديو يافعا دود محير عدي ثاني المتوسط باقوش غالتي كدن بدود محير مرتي اولى متوسط يو ثاني متوسط محين كدو دا يو فقير يو تاجر يو ناكسن كوشنا محير عدي أولى متوسط مانتا أو أربعة بشنا ايتهاي لباتن يوكو بش سديدات لابد يكون لباتن يأفر دود محود أحمر أي أولى ثانوي إيه أولى متوسط أرنتنا محي المعركة وسائل وإعلام إيجابيات إيه سلبيات معركة كوش محي رعضي وكو كان أركيسين غاتي غلاسكي أولى ثانوي baa la wareegay maanta. Aad baan u faraxsannahay haddaannahay baad hore Munawar muhiimadda ardayda in loo qabto maxaa waaye qalbigooday dhisaysaa, iyagaa ku baraarowaayeen, luqaddaa lagu bartaa. Marka inta aan bilownay maxaan ka helnay nashaad fara badan inay ilmihii qaadeen baan ku aragnaa.